رجعنا لكم تاني وفقرتنا النهارده عن الميك اب، وكلنا اكيد لما بنحط ميك اب وبنحط ميك اب كمان مظبوط اكيد بنحلو جدا. الفكره ان الصيف خلاص دخل علينا، الحر، الرطوبه، العرق، فالميك اب بيسيح. فموضوعنا النهارده هيكون ازاي الميك اب يثبت علشان نكون حلوين. ضيفتي النهارده هي خبيره الميك اب ماري موريس. مساء الخير ومنوراني يا ماري. ماري الدنيا اي نعم الجو لسه شويه حلو، بس هو كمان اسبوع كده هتلاقي بقى العرق والرطوبه. مزبوط. ويا حرام بنحط ميك اب بنروح مشوار نص ساعه بنلاقيه ساح. فالفكره ماري ازاي الواحده بس تحضر الاول البشره علشان هو ده البيز اكيد. تمام مظبوط. اول حاجه انا لازم اكون عندي روتين لبشرتي يبقى كويس جدا متناسب مع بشرتي، لان احنا كلنا بشراتنا مختلفه أكيد. عن بعض، فلازم يبقى عندي روتين مظبوط. احط يعني دايما بستخدم غسول كويس مناسب لبشرتي، احط تونر، لازم احط سيرم، اي كريم او عين الكريم، لان دي حاجات كلها مهمه، دي بتساعدني ان انا الميك اب بتاعي يثبت فتره اطول وكمان بشرتي كمان تبقى كويسه. واهمها طبعا البرايمر. البرايمر هو ده اللي بيثبت الميك، وان كمان ان بشرتنا تبقى كويسه عشان الميك اب اكيد مش حاجه مغذيه قوي، نحافظ على بشره، واي بشره لما بتكون صافيه الميك اب بيبقى احلى عليها جدا. اكيد. طب كريمات الاساس، كريمات الاساس دايما بنشوف مثلا الليكويد اللي هو السائل، الباودر كريم، انهي افضل في الفتره دي؟ طيب ده على حسب برضو نوع البشره، يعني البشره الدهنيه لازم استعمل لها برايمر ما يبقاش فيه نسبه زيوت عاليه علشان مع الحر ومع العرق يعني ما يسحش معايا زياده، والبشره الجافه لازم استخدم لها مثلا كريم اساسي يكون فيه نسبه زيوت علشان ابقى مرطبه البشره وما يشققش. يعني مش مهم الليكويد، مش مهم هم باودر كريم، المهم يا ماري نعرف نوع بشرتنا عشان نجيب الحاجه الصح فيقلل المشاكل اللي ممكن تحصل. مظبوط. طب انت بترشحي في يعني او يعني رايك يعني ان في الصيف نحط كونسيلر برضو ولا ممكن نتغاضى كريم الاساسي يعني يشيل الليله يعني بدل ما يبقى حاجات كتير على وشنا؟ بصي هقول لك على حاجه يا امينه، كريم الاساس مهم للناس اللي عندها بيبقى هالات سودا، فساعات ما بنقدرش نستغنى عنه في الصيف شويه، ممكن لو الفاونديشن كويس او كريم الاساس كويس ممكن وبيغطي والهالات مش درجتها عاليه ممكن نستغنى عنه، لكن طبعا كتر استخدامه بيأذي البشره وبيأذي المنطقه اللي تحت العين لانه بيزود الهالات السوداء كمان. طب نعمل ايه؟ انا بس عايزه اخفف على الناس لان في ناس فعلا بشرتها عارفه مش مشكله الدهون يا ماري على قد مشكله العرق. طب هل انت بترشحي مثلا نستخدم حاجات ووتر بروف فاونديشن وحاجات كده كريمات اساس، ولا دي بتأذي البشره على المدى الطويل؟ على المدى الطويل بتأذي البشره، لكن اهم حاجه في الصيف ان انا ممكن ما استخدمش كريم اساس الا لو في حدود ان انا عندي مناسبه مهمه. مناسبه مهمه. لكن ممكن استخدم سان بلوك في نسبه اس بي اف عاليه، حاجه احمي بيها بشرتي، وبيبقى فيه كمان دلوقتي سان بلوك بيبقى فيه نسبه لون او لون. بالظبط. طيب حاجه ثانيه برضو، طبعا احنا بنحط بعد اكيد الفاونديشن والكونسيلر باودر اكيد، اوقات بنطلع فالعرق بيجي فلما بنحط الباودر بتحس ان كلكعه، نعمل ايه بقى لو احنا بقالنا ساعتين بره وعايزين نظبط؟ اول حاجه انا عايزه اقول ان احنا لما بنجهز بشرتنا كويس جدا زي ما قلنا في الاول، اي حاجه هحطها بعد كده هتبقى بتتحط بنسبه صغيره، انا ابتدي اول حاجه بحاجه صغيره جدا علشان الدنيا ما تكلكعش معايا بعد كده، ولازم اثبت بباودر، والباودر لازم برضو تبقى نسبتها قليله. لو انا اتبعت الخطوات دي عمري ما هيبقى الميك اب بيسيح مني بسهوله ولا هيكلكع مني. يعني برضو ان احنا نحط باودر، يعني نحط باودر نحطه بسفنجه ولا نحطه بايه؟ ممكن بسفنجه، ممكن بسفنجة. نحطه بالفرشه على حسب انا ايه السهل بالنسبه لي والمتاح عندي. ده الميك اب عرايس انت عاملاها صح؟ مظبوط ايوه. طب العرايس برضو يعني انت بتثبتي لهم، هل العرايس بقى هي دي ما بناخدش اي ريسك ان احنا بنحط مثبتات بعدها اكيد صح؟ ده لازم. ده لازم. بس ده مش معقوله مثلا ابقى رايحه عزومه كل يوم احط مثبت؟ اكيد طبعا. لا طبعا. بس فعلا المثبتات لو الميك اب برضو معمول بطريقه سليمه بتدوم بالظبط، يعني بتلاقي العروسه بتخلص الفرح ولسه الميك اب كويس. بالظبط، عشان في اساسيات بنبتدي بيها الاول وبعد كده لما بنحط الميك اب بيثبت معانا. طبعا الاساسيات اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول واللي هو الفيكسنج سبراي او السبراي اللي بيثبت الميك اب، كل دي كلها حاجات باكج مع بعضها كده هي اللي بتخلي الميك اب يبقى ثابت ولطيف.
الفيكسنج سبراي بيتحط قبل ما بتعملي ميك اب للعروسه؟ بحط قبل وبعد. قبل وبعد. لازم. بس الناس العاديه استحاله نعمل حاجه زي كده. لا صعب شويه. طيب حاجه تانية، ودايما بقى الستات في الصيف تقول لي انا بنزل بحواجب برجع من غير حواجب. الحواجب ساحت ووقعت مني. فبرضه بترشحي ايه؟ هل مثلا القلم، الحواجب، الباودر، الجل، يحطوا ايدهم على ايه في الصيف؟ طبعا احسن حاجه قلم الحواجب بيبقى حلو جدا في ان هو سهل نستخدمه، بس مع الوقت بيوقع شعر الحواجب. أوكي. لكن الباودر بيبقى سهل ان احنا نستخدمه. بس اهم حاجه انا هقول تريك كده صغيره، انه اي حد عنده المنطقه دي بتعرق جامد جدا، بالظبط، لازم يحط باودر، حاجه بسيطه جدا في المنطقه اللي بيعرق فيها قبل ما يبتدي يحط ميك اب. اوكي. ويبتدي يستعمل بقى الميك اب بتاعه، هتبتدي تلاقي ان الدنيا اهدى وابسط و يعني تحط باودر وبعد كده تختار اي وسيله هي بتستخدمها. بالظبط بالظبط. في ناس بتحب الجل بتاع الحواجب، في ناس بتحب القلم، في ناس بتحب الباودر. بس طبعا اكتر حاجه سيف هي الباودر، هي عشان الباودر. وصدقيني انا بحبها قوي كمان، لان بحس ان شكلها فيري ناتشرال. ده حقيقي. طيب هل في الصيف، عارفه بقى لما نروح الساحل وفي عز الصيف وعز الرطوب، هل لازم اي شادو ولا ممكن نستغنى بقى شويه عن الاي شادو في الصيف؟ لا ممكن نستغنى، لانه انا طالعه يعني اتفسح وكده كده انت بتاخدي تان في المصيف. فالموضوع يعني ابسط من كده بكتير. يعني ممكن نحط حاجات بسيطه جدا تدي شكل حلو، لكن مش لازم احط حاجات كتير قوي وابقى انا بحس. عارفه ماري لما الواحد بياخد اللون البرونز ولو واحده بشرتها حلوه مش لازم فاونديشن اصلا لونها حلو. بالظبط. ده فيديو بتاعك بتعملي ايه؟ لا انا كنت بعمل هنا سواري ميك اب. ميك اب. سواري. طيب قولي لي حاجه تانية ماري، بالنسبه لبرضو الاي لاينر، الاي لاينر برضو من الحاجات اللي بتسيح هي والكحل، فازاي نثبتها ان جنرال؟ لان دي من الحاجات سواء في حر في رطوبه من الحاجات اللي ممكن تسيح مننا قوي، مش بس في الصيف كمان. في الشتاء كمان. بالزبط. في ناس اللي عينها بتدمع بسهوله. بالظبط. الاي لاينر او الكحل بيسيح منها. لو هنحط اي لاينر فوق العين نبتدي نحط الاي شادو. الاي شادو ده بيفرق جامد جدا عشان باودر فيبقى مطاط. بالظبط. الباودر بيثبت الحاجه الليكويد او الحاجه اللي انا بستخدمها، ونفس الكلام للكحل. نفس الكلام. طب حتى لو واحده مش عايز تحط اي شادو ممكن تحط لون فاتح وخلاص. بالظبط ممكن. طيب الكحل فهميني، قصدك ان احنا نحط كحل نحط اي شادو من تحت العين؟ بالزبط. عشان لو حاجه وقعت يمتصها. بالظبط كده. تمتصها. طيب سؤال تاني، ماسكارا. طبعا هو اسهل لنا ان احنا نروح لووتر بروف وخلاص، بس انا يعني بشفق على الرموش بتاعه الناس. صح. يعني برضه المسكره والسياحين، ودي لو ساحت بتبقى خلاص، بتبقى مأساة يعني انسانيه. نعمل ايه برضه؟ بصي المسكره والووتر بروف بنستخدمها ساعات مع العرايس، علشان بس دي بتبقى حاجه صغيره. بالظبط، عشان لو بتعيط، لو متاثره بحاجه. لكن احنا ممكن نستخدم المسكره العاديه، بس ممكن نثبت يعني لو عندك فرشه صغيره بتاعت ماسكره قديمه مثلا نضيفه. ونحط برضو لير باودر خفيف قوي. أوكي. نبتدي نحط الماسكره، ده بيفرق برضو ويثبتها شويه. يعني بنحطه قبل ما نحط الماسكره؟ بالظبط. لير باودر خفيف. خفيف لير جدا. طيب حاجه برضو تانيه، ودي انا بشوفها كتير قوي برضو، البلاش. اوكي، هو لو راح يكون ارحم، لكن الفكره ان هو بيبطش، يعني فاهمه؟ تحسي ان هنا في بلاش وهنا لا، وهنا او عرقت وجيت مسحت العرق فيت حته محطوطه وحته لا. طيب الاحسن حاجه في الموضوع ده البلاشر الكريمي. كريمي. اوكي. كريمي في الصيف بالذات بيبقى حلو جدا وبيثبت اكتر. واحنا ممكن لو مش قادرين نجيبه احنا ممكن نعمله في البيت كمان. ده أوكي. يبقى سهل جدا، يعني ليه طرق كتير قوي ان احنا نعمله في البيت. طب اخر سؤال يا ماري، ايه اللي يتحط في الشنطه وانا خارجه عشان اظبط بيه الميك اب؟ طيب انا عايزه اقول حاجه صغيره، في الصيف مش لازم نحط ميك اب كتير جدا. اهم حاجه يبقى معايا الصن بلوك بتاعي. الرتوش البسيطه اللي انا محتاجه احطها، يعني لو هيبقى معايا مثلا روج مثلا احطه في شنطتي، وطالع موضه قوي دلوقتي اللي هي الحاجات الجلوس، اللي بتلمع او اللي فيها ضي خفيف. فده يبقى سهل جدا اخده معايا في شنطتي. لو عايزه اخد البلاشر معايا بس ازود حاجه بسيطه جدا، بس ما اخدش معايا حاجات كتير علشان احنا في الصيف. قللوا يا جماعه، قللوا، خلي بشرتكم تتنفس شويه في الصيف. بجد بشكرك جدا، نورتينا، واكيد ناس كتير استفادوا بالتبس بتاعك. بشكرك جدا.